السلام عليكم وحد نقل السعوتان شيك الشو لغا هلو كيد كشيكوين حكمة دكو ديهان نين رير بادية هاد كهر وحالة شيك إنو للي سدح ويل عرد كي سوحو بحشي عبدالله كي لبادنا عبدالله كان سدحادنا وحو بحشي عبدالله حكمة دكو جرتو آوغيد لكن أرنت ياب كالها وحيتهاي عبد الله يا شاب بهود مركي تير ربي أتمد سدح ذي سوي البو انتو فير شيري عبد الله ويدحلا عبد الله إمدحلا عبد الله ويدحلا نفتين ويديسي آبه دو قد يتعسيدي كدب أرن ياب لهي سدح ذي ويلكو نقطي ميد كستوحو إسليهي أنو آبي فير شي مركا أني وادحلاهي يا واي كان دحلينين ودنبين وحيكو هشي إني آذان قرصور آد وعان بحي عقلي بدني إيا حكمت أو دقنام مقالادا كنفوغا تولدي ويلاش دقنايين إنتي جيد كسافر كوسي جيرين أي وحي أركين نين رير باديئه أو راتيكا مقاينيهي نين كي راتيكا بادي قوبكا وجري با ويلاش وحو ويديي نمان يهو رتبا إغا مقاني أما أركتين ما يبي إغو جوابين ماركو لقاقي مدبا إنتو عيري هورت رتيغا دا إلما لأيهي وحول سوبوذي الله ها كي لباد إنتو سوبوذو يري رتيغا دا سينتا مكاقو أنتهي نينكي با يري ها كي سدحاد وحو يري رتيغا دا هالوك مولو تيناي نينكي إنتو فرحاي بو يري وا اسيغي اي شيغ نيمان يهو اوي رتيغا مركاسي ويلشي كو جوابين وا كخونهي لكن رتيغادا ما اركن نينكي با انتو يابا يري وحلا ارق وحنا وا اي ديناين شيكاداس اسكا داي رتيغا اد ساس او تلمامتين شيغ نيمان يهو والله ما اركن باي دهين ويلشي نينكي ررميغا اها رتيغا كمقنا با يري وركاس مشقيناي محكمه نغي ويلشي با كو جوابين انا كاو غرسور كا هدا او سكونو اينا سورا افرتينين او اسلا سكودان با او غلي غرسوري كي رتي كا مقنا با دعودي بلاباي و خونه يري اني غرتي با ايغا مقن ويلشانا ويديي وي اي تلمامن سفي عن ولي وحيني دهين رتيغادا علم لا يهي سينت ما كا غان يهي لوك ما كهتيناي كدبنا ما أركناي لهن قرصوريه باوي دي عبداللهي كواد وحونا يري سادكو أغاتي إنو رتيغ إلا إيهي عبداللهي كواد با يري سببتو إيه عوسكا آنسو أقمرني هل جيس بسالة عوني آشا مركي هل إلا دهينا وحيكا داغدا إش أي وحكا أركيس جيس كيدا بس جيس كالانا ما تابطو قرصوريه باور كيسي سي وطو يري ساد كو أغاتين إنو سين تكا قونا عبداللهي لباد بايري سبب تو إه وحان أركي سالو درسين درسين ميل أو كروسن وان اسكا قرتي إني سين تكا قوان تهي سبب تو إه حولها سين تو دي مدك يبيح أو كلا سيريان تيغادة مركي سعودان قاديقي إنتو يابي بو هادان ويدي إنو لكه تنايو محاد كاليدهين عبداللهي سدحاد بايري أنا إيري sababtoo ah raadka ma miisaanin hal luqsi fiican raadku ugu sawiran yahay tan kalena waa taabtay leeciida marka waa dareemay inuu luq ka dhutinayay garsoorihii uu ku qancay wiilasha warkooda kuna yiri ninkii ratiga ka maqnaa soco oo ratigaada raadso nimankan maysan arkin garsoorkii wuxuu u soo jeestay wiilashi wuxuuna weydiiyay ii sheega kiiskiina idinkana waxay ku jawaabeen annaka kiiskeena waa mid ajaaib ah aabeen allah u naxariste wuxuu ii baxshay abdullahi walaalkeena abdullahi kan kalena abdullahi dardaarankiisa ugu dambeeyayna wuxuu yiri abdullahi wuu dhaxlaa abdullahi ima dhaxlaayo abdullahi wuu dhaxlaa garsoorkii intuu yaabu yiri nasta safar dheer ba ka timaadeen salaada subax markaa soo dukataan igu kaalay maxkamada wuxuuna amray in loo diyaar shaqol cunto fiican loo geeyo nin shaqaaliisa kamid ahna wuxuu u xil saaray in ragaas u ilaasho waxay sheegayaan iyo waxay suubinayaanba qolkii martida bay galeen markay fadhiisteen oo albaabka loo xirayba hal abdullahi baa yiri is ilaalsha
جاسوس بان لا جوغا حوغا كدب نمنكي مرتد اها والا سوري او وخا لو كيناي عنتو عبد الله كي كواد بايري اوغادا هيلب كان لو كيناي وا هيلب اي ما اها هيلب اري عبد الله لباد انتو سو بودي اسنيري بدر كان وخا نو سو كرسي هاويني حامله بشا سغالات ياب عبد الله كي سدحات با بمبدي او وينيد قرخي او وخو ييري garsoorahaana kala bixin doono ma ahan qof xalaal ku dhashay waagiya bariyay salaadii subaxay dukadeen waxayna aadeen maxkamada ninkii la soo amray inuu dhageysto waxay sheegayaan ama suubinayaan baawarkiisu u maqlay ugu gudbiyay garsoorihii garsoorkii wuxuu yiri hilibka la idinku marti qaaday maxaad u tiraadeen waa hilib ay abdullahi kowaad baa yiri ana ere sababtan waa hilibkan loo keenay waxa uu koreeyay jiir kadibna baruur ugu dambeeyna laf meesha hilibka xoolaha la dhaqdo marka cad soo qabsato waxa ugu horeeyay baruur kadibna jiir ugu dambeeyna lafta ku tagay saasana ku ogaaday inuu hilib duwaag ahaa wixii loo keenay balka fakar shabeel ama libaax baruur ugu koreeyso si u ordayaan intay dhididaan bay badali lahaayeen garsoorkii wuxuu amray in loo keeno ninkii hilibka martida loo keenay qalay markii la weydiiyay wuxuu dhahay maqrib inta la gaarin oo xoolihii daaqa ka soo laabanin baa tiri ha loo keeno martida cunto xoolana ma joogin anna saa amarkaada u fulsho ay baan meelaha ka soo qabtaan u qalay garsoorihii baa mar labaad weydiiyay yirina saad ku ogaateen in badarkan haweenay xaamilo bishii sagaalaad ku jirto diyaarisay Abdullahi labaad baa yiri ana ere sababtana waa ceeshka badarka la socday geesna wuu ka bislaaday geesna kama bisleen marka waa iska gartay inay haweenay xaamilo bisha sagaalaad soo diyaarisay sababtoo ah maysan awoodin inay furinka hore ugu sikato oo warwareejiso si u wada bislaato ilaa caloosha ka soo horeysay garsoorihii wuxuu wacay dadkii soo diyaarshay cuntada waxaana loo xaqiijiyay inay arintaas run tahay oo qofta waxa karisay xaamilo ahayd garsoorii wuxuu weydiiyay tii ugu yaabka badneed wuxuuna yiri saad ii dhahdeen ina aniga qof xalaal ku dhashay aheen abdullahi saddexaad baa yiri sababtoo ah garsoore islaam ah oo dad islaan oo isheystaan u imaadeen jaajuus ka soo daba diraayo dhaqanna ma ahan qof muslim oo xalaala haddana garsoor si ah kamaba suurtoodo waana dhaqan lagu garto qofka wacalka ah garsoorihii baa hooyadii u tagay asoo rajaynayo inay arintaas been noqoto markuu arrinkan weydiiyay bay inkirtay wax kama jiraana ku tilmaamtay dood dheer kadib wuxuu dareemay inay wax qarinayso wuxuu ku adkaystay inuu qolka ka bixi doonin haddaysan runta u sheegin ugu dambeys waxay ku tiri waa run nin kala aabaha ahaa garsoorihii oo murugadiisa qarsanaya baa soo baxay suu xukunka u rido wuxuuna yiri yaa yiri hilibka waa hilib ey cabdullaahi baa yiri ani waxaa lagu dhahay adi waa dhaxle aabaha markii labaad wuxuu weydiiyey yaa yiri xaamila ceeshka soo dubtay cabdullaahi baa yiri ani markaasuu qaadig yiri adna aabaha waa dhaxle markii saddexaad wuxuu weydiiyey yaa waay ninka yiri inaa xalaal ku dhalan oo gogol dhaaf ku dhashay cabdullaahi baa yiri ani garsoorihii baa ku yiri adi waayo qofkan aabaha dhintay dhexlaynin su'aal buu ku celiyo wuxuu yiri sabab ani u dhexlaynin aabahay garsoorihii baa ku jawaabo yiri qofkii wacal ah lee yaqaano qofka wacalka ah iyo waxay suubshaan waa adiga qofkan dhexlayn sababtuna waa kumuusan dhalin marxuumka wiilashii markay gurigooda u laabteen bay hooyadood u sheegeen wixii dhacay weydiiyeenna arrinta garsooraha soo sheegay waxay kala socoto waxayna ku jawaabtay waa sax adi waaye cabdullaahi qofkan wiilasha la dhalan waxaa masaajidka hortiisa kaa soo qaaday marxuumka allah u naxariiste saasna kugu korsannay xaqna uma lihid dhaxalka anna idiima sheegin sababtoo ah waxaan rabay qofa ani ahayn inaa ka maqashaan.